كل الناس، اسمع سمع كل الناس، حكي سمع كل الناس، اسمع سمع كل الناس، حكي الطالب باب الناس، حكي الطالب باب الناس. اللي هو الفصل واحد واحنا بدنا اياه فصلين. كيف تجهيزاتك للتوجيه؟ شو بتسوي؟ ندرس قاعدين، بس هم اصلا في ناس بالاول ثانوي وفصلين، هو يلا يلا تنجح. كيف لما يصير فصل واحد؟ في فصل واحد لازم يكون هو فصلين، الفصل الاول بدنا ندرس وراح نحفظ، الفصل الثاني راح ندرس. مين بده يتذكر لك الفصل الاول عشان ندرس الفصل الثاني؟ اخر السنه احنا راح نتبادل ويكون ادبي كله حفظ كمان. بس نيجي ندرس الفصل الاول، اذا راحت رصب بالفصل الاول بده يعدل بالفصل الثاني، اذا واحد رصب بالسنه كامله مين بده يعدل؟ فيش تعديل. راح نقعد 25 سنة وإحنا قاعدين بس توجيه. أنا معك، بس إنه هسه إنه يصير زخم المادة ثقيلة. لو إنه الأسئلة تقل بس المادة. ما نزلت المادة؟ ما الكتاب ما خف شوي؟ لا نخف، بس شو الفائدة؟ نظل حمل على الطالب. بالنسبة لي فصل واحد أحسن، لأنه حذفوا لنا مواد وحذفوا دروس. فصل واحد راح يكون دراسة أفضل للطلاب. يعني معهم وقت زيادة، مش انه بكون مثلا الفصل الاول بدك يعني على الموعد تلحق، لا انت عندك شهر وشهرين وثلاث واربع بتقدر تعيد المواد بدل مرتين ثلاث واربع. المهم احنا اول ثانوي علمي عندنا رياضيات وفيزياء احياء وكيمياء. عندنا 2001 مش ملحقين لا رياضيات ولا فيزياء، مش ملحقين. يعني هسه فصل واحد بدنا نمتحنه كيف؟ فصلين يا دوب الناس. هسا احنا نظامنا غير نظام الادب العلمي، احنا في عنا عملي وفي عنا نظري. النظري هسا بتكون من عنا فيزياء وانجليزي. هسا الفيزياء شامله العلم، نفس مواد العلمي حلو، بس اللهم الصناعي نفس العلمي بس زايد عليه انه في علمي في عملي. العملي برضه يعني لحاله موضوع كامل.